بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى مقالا يتحدث حول موضوع أثار بعض الجدل عبر مواقع التواصل الفرنسية، طبعا الحال وتطرقت له جريدة لو بوان كما نرى. إذن في عنوان هذا المقال كما نرى: إكخازي لي موستيك فايتيل دو فو أن تيور سانغينير. لا فارب إكخازي المقصود به سحق، لي موستيك يعني البعوض، فايتيل دو فو عندنا لو فارب فار، عندنا لو فارب فار يعني فعل جعل عامل إلى آخره. فايتيل دو فو هل هو يفعل منكم، المقصود هل هو يفعل منك، يفعل منك ماذا؟ أن تيور، عندنا أنا تيور، تيور طبعا الحال تجي من فعل تيي، تيي يعني قتل. هل هذا يجعل منك قاتلا؟ أن تيور يعني قاتلا. سانغينير، سانغينير تجي من كلمة لوسون يعني الدم. إذن ستان أدجيكتيف، نتكلم عن نعت أو صفة، إذن نقول سانغينير المقصود دموي. إذن المعنى ديال العنوان كما نرى: إكخاز لي موستيك فايتيل دو فو أن تيور سانغينير، يعني سحق. طبعا الحال عندنا سحق هنا، ولكن المقصود به سحق. سحق ماذا؟ سحق البعوض. فايتيل دو فو هل هو يفعل منكم، المقصود هل هو يفعل منك. أن تيور سانغينير هل هو يفعل منك قاتلا دمويا. إذا المقصود هنا إذا قتلت البعوض هل هذا الفعل يجعل منك قاتلا دمويا. كما نرى بأن العنوان يثير بعض مثير للجدل، طبعا الحال هذا ظهر بعد أن صرح أحدهم كما سنرى، يدعى أيميري كارون، صرح بأن قتل البعوض طبعا الحال كما هو باقي الحيوانات يعتبر كما نقول جريمة. لماذا؟ لأن هذا البعوض كما يقول هذا الشخص، هذا البعوض من حقه أن يعيش، وعلى الفرنسيين أن يحترموا حياته. إذن كما نرى في أول المقال عندنا لا كيستيون كي أمي لي ريزو سوسيو سيت سومين أ إيتي سولفي بار أميري كارون إيسايست إي ميليتون أنتي سبيسيست. إذا نتكلم عن لا كيستيون، عن سؤال كي أمي، طبعا الحال ما عندناش هنا كي أمي الذي بت، طبعا الحال كي أمي في هذه الحالة تنتكلم على لا فارب أناتخ، تنتكلم في هذه الحالة على لا فارب أناتخ يعني فعل بت. ومن مثلا لوميسيون، لوميسيون يعني البت، البت الإداعي مثلا. إذا نتكلم عن لوميسيون في الباسي كومبوزي نقول كي أمي أو إل أ أمي يعني هو بت. هنا ما عندناش أمي، هنا عندنا أمي. إذا هنا نتكلم عن لا فارب ايموفوار، إذا المقصود أنك تحرك شعور شخص أو تثير اضطراب نفسيته. إذا هذا هو المقصود بهذا الفعل ايموفوار. هنا طبعا الحال نتكلم عن كي أمي لي ريزو سوسيو، إذا كما نقول بأنه أثار أشعل مواقع التواصل الاجتماعي. إذا لا كيستيون، إذا نتكلم عن السؤال كي أمي، إذا نتكلم عن السؤال الذي أشعل ماذا؟ لا غازو سوسيو، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعية. سات سومين، إذا في هذا الأسبوع. أأتي سولفي بار أيميريك كارون، إذا هذا السؤال الذي طبعا هل أثار هذه الجدالات. أأتي سولفي يعني أنه، أأتي سولفي طبعا هل عندنا لفظ سولفي، سولفي يعني أنك ترفع شيئا بمقدار معين. إذا نتكلم على الفارب سولفي، ولكن من غير هذا المعنى، أنه يعني أثار أيضا. إذا نتكلم عن سؤالين أثار هذا الجدل. أأتي سولفي يعني أنه أثير من طرف من؟ بار أيميري كارون، إذا هو أثير من طرف هذا الشخص المدعو أيميري كارون. هذا الشخص من هو؟ إيسايست. إيسايست هذه الكلمة تستدعي فعلا آخر، هذه الكلمة تستدعي فعلا آخر اللي هو إيسايي. إيسايي يعني حاول أو جرب. ومن كلمة ليسي، ليسي المقصود بها التجربة، والمقصود بها أيضا مسودة أو دراسة.
ومنها كلمة إيسايست. إيسايست مقصود بها كاتب مقالات. إذا ما تكلم عن أميريكان هو كاتب مقالات، ثم هو ماذا؟ ميليتون أنتي سبيسيست، ثم أنه ميليتون. ميليتون طبعا حتى تجي من فعل ميليتي، ميليتي يعني جاهد وكافح. ومنها مثلا كلمة ميليتير يعني حربي أو عسكري، ومنها الكلمة التي عندنا هنا هي ميليتون يعني مناضل أو مكافح إلى آخره، في حالة الأدجكتيف، في حالة أنها تكون كلمة نأت أو وصف. إذن هذه الكلمة يعني مناضل أو مكافح إلى آخره. وممكن أن تأتي كاسم وتعني في هذه الحالة عضو من الأعضاء لإحدى الجمعيات أو لنقابة معينة، إذن نقول ميليتون. كما نقول بأنه عضو مناضل. قتلنا كلمة أنتي سبيسيس، هذا الجزء هذا ديال أول كلمة اللي هو أنتي، هذا تيجي في الكثير من الكلمات تدل على ضد، تعني بأنه ضد. تتبقى لنا البقية ديال الكلمة باش نعرفوا ضد ماذا. نقول مثلا أنتي أسيد يعني أنه ضد الأحماض. طبعا بحال كلمة أسيد أنها تعني حامض، إذن أنتي أسيد كما نتكلم عن مضاد للأحماض. نفس الشيء هنا عندنا أنتي سبيسيست، إذن عندنا أنتي هي ضد، طبعا الحال هذا يسمى في اللغة الفرنسية بخيفيكس. إذن كل هذه الجزئيات التي تسبق الكلمة الأصل إذن يسمى بخيفيكس. إذن هنا عندنا أنتي سبيسيست، إذن عرفنا بأن أنتي هي ضد، بقات لنا كلمة سبيسيست. عند الحديث عن لو سبيسيست فمباشرة يقودنا الكلام إلى لو سبيسيزم. إذن لو سبيسيزم في الأصل مكونة من كلمتين، عندنا كلمة سبيسي تتعني إسباس يعني تتعني نوع، تتعني إسباس مثلا هل هو حيوان أم بشر إلى آخره. حتى في الحيوانات نتكلم مثلا عن طيور، مثلا عن الحيوانات البرية أو الزواحف، وحتى بالنسبة للإنسان نتكلم عن نوعياته. إذا نتكلم عن ليز إسباس يعني الأنواع، هاد إيزم تضاف للكلمة للدلالة على الاعتقاد السائد في هذا الاختلاف بين الأنواع. تقول هاد النظرية، إن اعتبرنا نظرية، إذا تقول باختلاف الأنواع بين الحيوانات، وبالتالي تيكون عندنا نوع أحسن من نوع آخر، وبالتالي نوع من الحيوانات أنه تياخد حقوق أكثر من نوع آخر من الحيوانات. وللإشارة هنا أن أنت تعتبر حتى الإنسان هو ضمن هذه الحيوانات. إذا طلعت الحال عندما نتكلم عن الأنتي سبيسيزم، إذا المقصود أننا نتكلم عن نظرية أخرى معاكسة لهذا المفهوم الأول. تقول لك ودي ما خاصش نميزو جنس للحيوان على جنس آخر، ومنها البشر، يعني أن الإنسان ما خاصوش يكون حسن من الحيوان، وبالتالي يعطي نفسه حقوق يعني أن تخليه يستغل الحيوان الآخر. بل أكثر من هذا، هاد الفلسفة إن اعتبرناها فلسفة تقول لك بأن الإنسان ما خاصوش يميز بين الحيوانات. مثلا الحيوانات اللي عنده في الدار مع الحيوانات ديال المزرعة خاصو يعتبرهم بحال بحال، ويعاملهم بنفس المساواة، ما يديرش بيناتهم الفرزيات. بمعنى آخر، حتى ولو كانت هذه الحيوانات حيوانات ضارة. إذن هذا عموما مفهوم الأنتي سبيسيزم، إذن فهي عكس لو سبيسيزم، يعني عكس نظرية أفضلية هذا النوع على النوع الآخر إن شئنا القول، خاصة الكائن البشري أنه يكون أحسن من الحيوانات الأخرى. إذن طبعا الحال يقول لك لا، الإنسان ما هو إلا حيوان وخاصه يكون بحاله بحال الحيوانات الأخرى، وما ياخدش وحد الحقوق ويستغل الحيوانات الأخرى في اللحوم مثلا أو في الحليب، بل عليه أن يحترم حياة هذه الحيوانات. إذن كل شخص بهذه الصفة عند أمريكا ومن معه يعتبرونه سبيسيس، كما نقول بأنه عنصري ضد الحيوان. إذن لعلها تكون في المستقبل سبة أن تقول لشخص فوزات سبيسيس، أنت عنصري ضد الحيوان، كما نقول الآن تقول لشخص مثلا فوزات عسيست، أنت عنصري مثلا. إذن تعتبر
كسبة، ومن يدري فقد تكون هذه المسألة مستقبلا. إذن على كل حال، إذن عندنا إسييس إي ميليتان أنتي سبيسيست، إذن عندنا أميريكان إسييس يعني أنه كاتب مقالات، إي ميليتان أنتي سبيسيست يعني أنه ضد كل الأفكار التي تقول بأفضلية الإنسان على الحيوان. بمعنى آخر هو ومن معه يقولون بأن الإنسان والحيوان كلهم سواسية. بمعنى آخر، إذن في أول المقال كما نرى il n'y a rien de plus exaspérant، ليس هناك أكثر من مسخط كما نقول. عندنا الفيرب exaspérer، exaspérer المقصود به أسخط أو أغضب، ومن كلمة l'exaspération. إذن هنا نتكلم عن شيء نقول عنه exaspérant يعني أنه مغضب ومسخط كما نقول، يعني أنه يجعلك تسخط ويجعلك تغضب، ولكن أكثر من هذا plus exaspérant، إذا نتكلم عن أكثر سخطا، إذا نتكلم عن شيء بأنه أكثر سخطا. لكن هنا يقول الكاتب il n'y a rien، ليس هناك، ليس هناك ماذا؟ de plus exaspérant، ليس هناك أكثر مسخط كما نقول، يعني لن تجد شيئا يسخطك. المقصود هنا لن تجد شيئا يجعلك أكثر سخطا وأكثر غضبا من واحد اللحظة. ما هي هذه اللحظة؟ سومومو، هذه اللحظة أو بوندون لانوي، حيث أثناء الليل. ماذا هناك أثناء الليل؟ أن بوردونمو يعني هناك صوت، صوت البعوضة أو صوت الذبابة يسمى بوردونمو. إذن ليس هناك من شيء يجعلك تسخط ويجعلك تغضب سمومو أو هذه اللحظة، حيث بوندون لانوي أثناء الليل أن بوردونمو. طبعا نتكلم عن أن بوردونمو، هنا عندنا أن بوردونمو المقصود به صوت البعوضة. إذا نتكلم عن صوت البعوضة، هذا الرنين، هذا الطنين الذي يسمع من بعيد يسمى بوردونمو. دابور لاجي، إذا هنا عندنا دابور يعني قبل كل شيء، لاجي يعني أنه خفيف. في حالة المؤنث نقول لاجيغ يعني خفيفة. فيان فوشاتوي لوغاي يعني أنه يأتي ليداعب سمعك. طبعا الحال شاتوي يعني أنك تضغضغ، بمعنى آخر تنقول أن الدارجة تهر. فيان فوشاتوي لوغاي بحال تنقول بأنه تهر السمع ديالك، أو أنه تهر الودنين ديالك بالصوت ديالو. إذن طبعا الحال كما تنسمعو الصوت ديال البعوضة عنده واحد الصوت مميز، يعني تبدي داعب الأسماء ديالك. فيان فوشاتوي لوغاي، هنا عندنا أدجيكتيف، عندنا وصف لوانته. إذن نصف شيئا نقول عنه لوانته يعني أنه بعيد. في حالة المؤنث نقول لوانتان. إيل دوفيان تخي فيت انسيسون، إيل دوفيان يعني هو يصبح، عندنا رباب دوفينيغ هو يصبح. طبعا الحال شنو هو اللي غيصبح؟ طبعا الحال تنتكلمو على بوردونمو، تنتكلمو على الصوت والطنين اللي تطلق على صوت أي ذبابة أو أي حشرة تتكون طايرة تعطي هذا الصوت. إذا بطبيعة الحال في الحالة اللي عندنا هنا تنتكلمو بطبيعة الحال على البعوضة. أن بوردونمو دابور لاجي يعني أنه قبل كل شيء يكون خفيف. فيان فوشاتوي لوغاي يعني أنه يضغضغ أذنك، أو بمعنى آخر أنه يداعب سمعك لوانته، أنه بعيد. إيل دوفيان تخي فيت انسيسون يعني أنه يصبح بسرعة انسيسون. أولا يجب أن نعرف بأن الفيرب سيسي يتوقف، إذن سيسي يتوقف، ومن كلمات سيساسيون يعني توقف، سيساسيون يعني توقف. هنا عندنا هاد الكلمة مسبوقة، هنا عندنا الكلمة بطبيعة الحال مسبوقة بإي آن، بحال كلمة كخويابل. كخويابل يعني أنه يصدق، أن كخويابل يعني أنه لا يصدق. إذن هنا عندنا أن سيسون يعني أنه بدون توقف.
il devient très vite incessant. يعني أن هذا الصوت il devient يعني هو يصبح très vite يعني أنه جد سريع يعني أنه يصبح جد سريعا كما نقول très vite يعني أنه جد سريعا incessant بدون توقف. المقصود هنا بأن هذا الصوت الذي يأتي من بعيد الذي يسمع بعيدا يعني أنه يستمر يعني أنه يبدأ في الاستمرار لا يتوقف. Il devient très vite incessant. Au point que beaucoup ont la même réaction. Au point que. إلى النقطة التي. هنا بطبيعة الحال تتكلموا على لو بوان بطبيعة الحال بحال الجريدة اللي عندنا هنا. تسمى لو بوان. يعني أنها تسمى كما نقول نقطة. ما معنى هذا؟ معنى هذا تنعرف بأن النقطة شيء دقيق. إذن هنا هاد الجريدة تريد أن تعطي لقرائها معنى بأنها تتطرق لأدق الأمور كما نقول. إذن عندما نسمع لوبوا إذن طبعا الحال يأتي في مخيلتنا بأنها تذهب لمواضيع بعينها وتدقق فيها كما نقول بأنها تذهب إلى الأمور الدقيقة التي لا ترى لتركز عليها كما نقول. إذن هنا عندنا au point que الى النقطه التي au point que الى النقطه التي المقصود هنا الى الدرجه التي. اذا طبعا الحال هذا الصوت هذا عندما يبدا في الاستمرار وعدم الانقطاع ثم طبعا الحال ان تبدا تحوم حولك هذه البعوضه اذا هناك درجه معينه سيكون فيها رده الفعل au point que إلى النقطة التي المقصود إلى الدرجة التي بوكو هنا المقصود بوكو دو جون هنا طبعا الحال المقصود إلى الدرجة التي الكثير المقصود الكثير من الناس أون لا ميم رياكسيون أون طبعا الحال عندنا أفواغ هنا يعني لهم لا ميم رياكسيون لهم نفس الإنفعال لهم نفس ردة الفعل. ما هو هذا الانفعال وما هو هذا رد الفعل الذي عند كل الناس في درجة معينة ما هو سوغولوغي طبعا الحال تنعرف بأن لغام سوغولوغي يعني أنك تستيقظ أو تنهض أو تنهض من مكانك. هنا عندنا سوغولوغي طبعا كما نعلم زيادة غه أمام الفعل وأحيانا عند بعض الأسماء تدل على تكرار هذا الفعل أو تكرار هذا الأمر هذا. إذن عندنا هنا سوغولوغي يعني أن في درجة معينة من هذا الصوت وعدم تحمله هناك حركة ما تحدث عند كل الناس هناك ردة الفعل عند كل الناس ما هي سوغولوغي يعني أنك تستيقظ مرة أخرى أو تنهض مرة أخرى ثم غاليمي لا لوميير ثم انك تشعل للمره الثانيه الضوء. بطبيعه الحال عندنا لو فيرب اليمي هي انك تشعل اليمي لا لوميير يعني انك تشعل الضوء. هنا عندنا غو اليمي اذا هاد غو تدل على تكرار الفعل اذا غو اليمي بطبيعه الحال ما غاديش تجينا في النطق اذا بطبيعه الحال كتبت هكذا غاليمي غاليمي حتى تاتي في النطق سهلة. إذن غاليمي يعني أنك تشعل مرة أخرى لا لوميير تشعل مرة ثانية الضوء ثم ماذا بعد؟ إي روشيرشي بارتو لي مويان ثم البحث في كل مكان عن الوسائل تنقولوا لي مويان دو ترونسبور يعني وسائل النقل. إذن إي روشيرشي بارتو لي مويان ثم البحث في كل مكان ماذا؟ لمويه المقصود وسائل. إذن البحث هنا في كل مكان عن الوسائل لماذا؟ أكسترميني لانسكت طبعا حين تتكلم أحيانا عن الاكسترميناسيون يعني الإبادة هنا أكسترميني المقصود أبادة هنا أكسترميني لانسكت المقصود لإبادة الحشرة هنا عندنا أكسترميني لانسكت المقصود البحث في كل مكان عن الوسائل لإبادة الحشرة.
Mais quel crime n'allez-vous pas commettre? Mais quel crime n'allez-vous pas commettre? Olakin, ayo jerinatin l'entartakiba, n'allez-vous pas commettre? Abadhal commettre un crime? Commettre un crime? Yanirtakiba jerima. Mais quel crime? Olakin, ayo jerima, n'allez-vous pas commettre? يعني أنك لن ترتكب المقصود أي جريمة أنت مقبل عنها سأنتك إنه في كل الأحوال سكو فوغيتوركري probablement أميريكان إنه في كل الأحوال سكو الذي فوغيتوركري إنه في كل الأحوال سكو فوغيتوركري probablement أميريكان إنه في كل الأحوال ما سيجيبك probablement يعني ربما كما نقول محتملا طبعا حتى نتكلم على لا probability يعني الاحتمال probablement يعني بشكل محتمل إنه ما سيجيبك مقصود عنه عن هذا السؤال probablement يعني بشكل محتمل أين ريكارون إذن سيجيبك بطبع الحال أين ريكارون ربما يقنعك هذا الجواب وربما لا يقنعك فيرفون فيرفون يعني أنه مولوع أو أنه متحمس ميليطون إذا نتكلم عن مناضل مولوع فيرفون ميليطون إذا هو مناضل فيرفون يعني كما نقول بأنه متحمس أو مولوع مولوع بماذا؟ دو لا كوز أنيمال يعني أنه متحمس أو مولوع بالقضية الحيوانية طبعا الحال لا كوز هو السبب لا كوز هو السبب ولكن في معاني أخرى يأتي بمعنى القضية مثلا نقول لا كوز فلسطينية يعني القضية الفلسطينية إذن كلمة لا كوز ممكن أن تعني السبب وممكن أن تعني كما عندنا هنا القضية نتكلم عن أميريكان فيرفون ميليطون يعني أنه مناضل متحمس مناضل مولوع de la cause animal يعني أنه مولوع أو متحمس بالقضية الحيوانية بمعنى آخر بأنه يدافع عن الحيوان إذن طبعا الحال في الفقرة القادمة سنرى ما هي الردود التي يعطيها أميريكان فيما يخص تبرير طبعا الحال ما يدعو له طبعا الحال سنرى بأن الكثير من الفرنسيين وغيرهم أبدوا سخرية عارمة طبعا الحال أبدوا سخريتهم وأبدوا ضحكهم على ما أبدوا هذا الشخص لكن على كل حال نحن سنرى ما يقوله خاصة أن الجريدة أداعت تصريحاته حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.